تعرف لحضرتك كمال سعيد. منين حضرتك؟ من منطقة الزبداني. لا السوري. طيب كنت عايز اعرف بس حضرتك كسوري ويعني قاعد في مصر الان، شعورك في المجازر التي تحدث للشعب السوري؟ شعوري كل اي شعور مواطن عربي شريف باي وطن عربي يخاف على شعبه، على اهله، على نسائه، على اطفاله، بعقلية بتكون يعني موحدة بالشعوب العربية. بسوريا عنا عم يحصل حالة قتل جماعي، عم يحصل حالة قمع، انتهاك للأعراض لا يقبلها ولا أي إنسان على وجه الكرة الأرضية، ولا يقبلها أي دين ولا أي من الأديان يعني تقبل بهالقتل بهالحالة هي بهالأمور اللي عم نشوفها على الأرض، ولا يقبلها عقل بشري إطلاقا. يعني كسوري في خارج أرض سوريا، إيه الدعم اللي ممكن بتقوم به للشعب السوري؟ نحن بنوجه كلمة لكل الشعوب العربية ولأخواننا في مصر للوقفة شريفة مثل ما قاموا بثورتهم العظيمة، بوقفتهم مع الشعب، شعب قوي، شعب مناضل، أن يقفوا مع أخوانهم بسوريا ويدعموهم بوقفة، بدعم إعلامي، بدعم مظاهرة قوية لنصرتهم لإخوانهم في سوريا. يقال أن سبب الثورة، ثورة الشعب السوري، ناحية اقتصادية أو معيشية، يعني من ناحية ضيق المعيشة، فهل ده صحيح؟ نظام عندنا بسوريا على مدة 40 عام يعني عمل أخطبوط قوي جدا، بحالة قمع، بحالة حرب ضد الناس مع بعضهم، يعني وقف المعيشة بأمور كتيرة، يعني ما يتخلق نفس تقريبا القمع النظام السابق كان هون بمصر. كان عندنا النظام أقمع بأقوى جدا جدا جدا، بعدم أكلهم للعيش، بعدم أكلهم للتواصل الاجتماعي مع بعضهم، كان يفرق في كلمة كلمة، يعني كلمة تفرق تسد. والشعب والنظام السوري فرق بين الشعوب، بين الشعب السوري وأهالي سوريا ضمن البلد، فرق تسود لحتى يسود على هالفترة الأربعين عام الماضي. هاي بعد سوريا، بعد الثورة في تونس والثورة في مصر، فهل يعني الشعب السوري صار من أجل ما لاقوا من نجاح إلى الآن الثورة المصرية والثورة التونسية؟ يعني الشعب السوري يعني كبقية الشعوب العربية ناضل وعم يطالب بالحرية، بحريته، بحرية نفسه، لا ينطلق بقية الشعوب العربية. يعني شكرا أستاذ. ناخد بقى الأستاذ أحمد المصري السائر المصري، ما رأيك في الدور الشعب المصري من تجاه الثورة السورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دور الشعب المصري هو دور أساسي ورئيسي مع كل أشقائه العرب وخصوصا إخواتنا السوريين، وما يقوم به بشار الأسد من مجازر ومذابح، وهذا لا يرضيه أي مواطن مصري شريف وأي مواطن حر أصيل في هذه الثورة، وخاصة بعد الثورة المصرية بتاعتنا لم تنجح ولم تستكمل بفضل الله عز وجل إلا بعد نجاح الثورة السورية العظيمة المجيدة ومطالبها الأساسية الرئيسية اللي احنا معترفين بها، وده مش كلام، ده تواصل معهم وتواصل حق وعلى يقين بكل شيء بنقوله إن الثورة السورية بإذن الله سوف تنجح من القاهرة إلى دمشق إن شاء الله. هل أنت راضي على من الشباب الثورة المصري من موقف أو من الدعم، هل ده كافي من الشعب المصري أو من شباب ثورة 25 يناير تجاه الثورة السورية اللي هي التي إلى الآن في المهد والتي لا تلاقي الدعم الكافي من الشعوب أو من العالم أجمع؟ أولا شعبنا شعب عظيم، وصورنا صور أحرار أبطال جيدين، ونحن الآن في ثورة وما زالت الثورة قائمة ولم تستكمل إلا أن تستمد أهدافها وتستكمل أهدافها العظيمة اللي احنا بنتمد فيها، ومع ذلك فاحنا في خطين متوازيين، أهداف الثورة المصرية العظيمة وبجانب الشوار السوريين والوقوف بجانبهم إلى أن ينتصر وتعود إليهم الحق ونصرتهم نصرة قديمة إن شاء الله. طيب معنا الآن الأستاذ محمد، بس هنأخذ من حضرتك سؤال بسيط، هل ترى الشباب المصري السائر الدور اللي بيقوم به من دعم الشعب السوري هل كافي؟ أكيد في خلل بالفترة السابقة. الخلل ناتج من عدة أمور، أولا الإعلام غياب، عم يكون بس كل شيء بنقوله سوريين عبر اليوتيوب والفيسبوك وكذا، ما كان في مثل مصر مثل ليبيا كان في محطات، كان في نقل، في وكالات أنباء، في هذا الأمر أثر.
وبعدين دجل المحطات السورية تبع النظام انه هذا الكلام مضبوط ومضبوط ومانع ومقاوم والى اخره. اليوم اللي عم نشعره نحن انه خلينا شو بدنا نساوي؟ نحن بدنا نتدارك عدم التوظيف الصحيح. يعني كان في عواطف، في عواطف، يعني من اول وصلنا في مصر التاكسي اللي وصلتنا الساك كان عم يبكي، يعني في جو عاطفي كبير، لكن لابد من اخطاء. اليوم اذا اردنا نصرة الشعب السوري، الوقوف لجانب الشعب السوري، يجب ان تغضب مصر. نعم، شكرا. طب نرى، تعرف على حضرتك حمدي الدور اللي انا سالته، السؤال اللي سالته استاذ احمد انت، أيوة. يعني راضي على الدور اللي بتقوم به الشباب السائر المصري؟ حتى الان ما يكفيش، المفروض يكون في دور اكبر من كده، لان انا شايف كل الشباب المصري عاوز يعمل دور اكبر من كده، وتاخر كتير، ممكن عشان الظروف اللي احنا فيها، ممكن عشان ثورتنا لسه ما اكتملتش للاخر واكتمالها 100% مع نجاح الثورة في سوريا. اللي بيحصل في سوريا ده ما فيش عقل يسدكه. طيب في موقف من الحكومة، يعني مثلا نزيد حاجات، موقف الحكومة المصرية هنا لا يكفي، غير كافي بالمرة. كيف يسكتون على قاتل شعبه 10,000 قتيل حتى الآن، والسفارة السورية هنا ولا كنا في حاجة. الجمعة القادمة، السؤال ليك والأستاذ أحمد، هل هيكون من مطالبها طرد السفير السوري؟ ده أول شيء. أول شيء طرد السفير السوري من هنا، وبرضه وسحب السفير المصري من سوريا. هو بيعمل إيه مع جزار هناك؟ والجزار ده بيعمل إيه وسطينا؟ ما كفاية جزارين. وبالنسبة كمان على الشيء، الجامعة العربية موقف هزيل جدا، لا يرتقي لأي عقل، ما يرتقيش لأي حاجة. لماذا شباب الثورة لم يتم تفعيل وقفات احتجاجية أمام الجامعة العربية أو السفارة السورية أو مجلس الوزراء؟ سوف نقوم بكل ما أوتينا من قوة في هذا الاتجاه، يعني أرى الجمعة القادمة حتى طرد السفير السوري من مصر. لا ما يعقلش أني تابع للسفاح معنا هنا قاتل، فهو قاتل، لا يجوز. إحنا بننادي بالحرية، كرامة وعدالة، لا في حرية فدية ولا عدالة ولا كرامة. ما الأخوان في سوريا بيحصل معهم إيه؟ هنسكت عليهم؟ إن شاء الله نتقابل الجمعة القادمة وسوف نرى اللافتات التي تطالب بطرد السفير السوري. الشعب السوري لازم يعرف حاجة مهمة جدا، كل الشعب المصري معاه قلبا وقالبا، والله معاه، والله ما رح يسيبه حتى يحاكم بشار. شكرا.